السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك الدكتورة هبة فوزي. النهاردة إن شاء الله هنكمل محاضرات البون، وهناخد البون تايبس. طيب end of this lecture المفروض نبقى عارفين إيه الميكروسكوبيك structure of both types of bone، اللي هما إيه الكومباكت بون والكنسلس بون. في نفس الوقت you would be able to describe the organization of bone lamellae بتاع الكومباكت بون والستراكشر بتاع الهافيرجن سيستم. الكومباكت بون عبارة، هما عندنا كام نوع يا دكاترة من البونز؟ عندنا نوعين من البونز اللي هما الكومباكت بون والكنسلس بون. الكومباكت بون اسمه التاني regular أو ايفري بون، والكنسلس بون اسمه الريجولر أو سبونجي. طيب both types are found in any bone with variable degree، يعني هتلاقي ان النوعين مع بعض موجودين في تقريبا في العظم كله. يعني هنا as an example هتلاقي عندك صورة long bone، هتلاقي الشافت عبارة عن compact bone. طب والتو اللي هو الديافيسز يعني، طب والابيفيسز عبارة عن cancellous bone، وهكذا. يعني هنلاقي تداخل في الاماكن ما بين الكومباكت والكنسلس. في نفس الوقت مثلا الفلات بونز بتاعت السكال، هتلاقي الاوتر والانر تيبلز عبارة عن كومباكت بون. طب والميدل لاير دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كنسلس بون. اوكي طيب، ما نيجي بقى نتكلم على الكومباكت بون لوحده كده، نبتدي اول حاجة لازم نبقى عارفين السايتس بتاعته موجودة فين. فهو موجود في الشافت في لونج بون زي ما اتفقنا، اللي بنسميها الديافيسز. موجود في الاوتر والانر تيبلز اوف فلات بونز، موجود في الاوتر كفرنج اوف شورت بونز زي الفيرتبري. حلو. طيب ايه الاستراكشر بتاع الكومباكت بون؟ هلاقي عندنا غطا من بره عباره عن كونكتيف تيشو، اوكي، وغطا من جوه فاصلها عن المارو كافيتي اسمه، ماشي، الاغطيه دي اللي بره هسميه بيري اوستيوم، واللي جوه هسميه اندوستيوم. وهلاقي بقى في النص البون ماتريكس اند سيلز. تمام، يبقى زي ما شايفين في الرسمه اللي على ايدينا الشمال، هنلاقي فيه غطا من بره اللي هو لونه بينك هنا، ده اسمه بيري اوستيوم. اوكي، وغطا من جوه يعني في حائل بينه وبين المارو سبيس او المارو كافيتي هسميه اندوستيوم، اللي هي ناحيه البلاد سيلز من جوه. تمام، في النص في ايه بقى؟ في سبيشال ارينجمنت للبون سيلز، اوكي، والبون ماتريكس، وهنتكلم عليه بالتفصيل دلوقتي. فيبقى ده عندنا كده، ده الفيرست تايب اوف بون اللي هو اسمه كومباكت بون. حلو الكلام. طيب هنا البون، طيب الاوتر زون عباره عن ايه يا دكاتره؟ في بقى هنقسمها لثلاثة زونز اللي هم اوتر زون وميدل زون وانر زون. الاوتر زون في الكومباكت بون عباره عن بيري اوستيوم اللي احنا قلنا الاوتر كافرنج كونكتيف تيشو كافرنج اللي هو موجود ناحيه بره. تمام، وحاجه اسمها اوتر سيركمفرنشال لاميلي. البيري اوستيوم اللي هو الغطا اللي بره ده، او زي ما شايفين هنا كده في الصوره، عباره عن تو لايرز. ايه هم؟ اوتر فايبرس لاير عباره عن دنس كونكتيف تيشو فاسكولار، طبعا فيها كولاجين فايبر، فيها فايبروبلاست وفايبروسايت. اوكي، يبقى دي الاوتر فايبرس لاير. وانر اوستيوجينيك لاير، انر اوستيوجينيك لاير فورمد اوف لوز كونكتيف تيشو وبلاد فيسلز، ومن اسمها اوستيوجينيك يبقى فيها اوستيوجينيك سيل واوستيوبلاست. خلاص، يبقى البيري اوستيوم عباره عن تو لايرز. ايه هما؟ اوتر فايبرس وانر اوستيوجينيك. خلاص، يبقى ده الغطاء اللي بره. طيب ايه الفانكشن بتاعته؟ هنقول دلوقتي الفانكشن مع بعض، اللي هو بيعمل ايه. هتلاقي الفايبرس ده بيعمل ايه، اللي هي الاوتر فايبرس بروفايد بون ويز بلاد سبلاي، جيف اتاتشمنت للمسل والتندون. طيب والانر اوستيوجينيك responsible for a positional growth of bone، بيعمل ايه تاني؟ essential for repair of bone fracture. اوكي،
يبقى دي الفانكشن بتاع البيريوستيوم. طيب نيجي بقى بعد كده تحت الغطا ده اللي هو كونكتيف تيشو كفرنج اللي سميناه البيريوستيوم، في ايه بقى؟ في اوتر سيركمفرنشال لاميلي تحت البيريوستيوم على طول، وريجولري ارينجد كالسيفايد بون لاميلي. هلاقي في تحت الغطا ده البون لاميلي ريجولري ارينجد وبارلل للاوتر سيرفيس اوف بون، والاوستيوسايت لو تفتكروا معايا الاوستيوسايت فاكرينها اللي هي الخلايا كان شكلها ايه؟ اللي هي بتبقى فلات شيب او سبندل شيب دي كده، وليها مالتيبل بروسيسز، ليها سنجل سنترال نيوكليوس، والبروسيسز دي ماشيه في كانيليكيولاي، والخليه نفسها قاعده في لاكني، تمام؟ والبروسيسز مرتبطه مع بعض مع البروسيسز الثانيه بتاع الخلايا الثانيه بجونكشنز، صح؟ الاوستيوسايت دي بقى بريزنت ان بتوين البون لاميلي. اوكي؟ يبقى ده كده الاوتر زون عباره عن بيريوستيوم واوتر سيركمفرنشال. ما نيجي اقول لك ايه الفانكشن بتاع البيريوستيوم، تقول لي الاوتر فايبرس بيعمل بيدي بلس سبلاي يعني نيوتريشن، بيدي اتاتشمنت للتندون والمص. الانر اوستيوجينيك بيعمل ابوزيشنال جروس اللي هو الابوزيشنال يعني انكريز البون ان دايامتر، بيزيد من جوه. بيزيد ازاي؟ مش احنا قلنا الاوستيوجينيك سيل تتحول لاوستيوبلاست اللي هي بتبتدي تعمل ديبوزيشن لايه؟ الاوستيويد اللي هو البون ماتريكس، وبعدين يحصل له كالسيفيكيشن، صح كده؟ يبقى ده اسمه الابوزيشنال جروس. ايه الفانكشن الثانيه؟ بيحصل ريبير اوف فراكتشر. اوكي؟ تلاقي ان البريوستيوم ده مش سايب كده، لا ماسك في العظم، ماسك بايه؟ بكولاجين باندل او كولاجين فايبرز اللي اسمها شارب فايبرز، اللي هي بتربط بين البيري اوستيوم والبون ماتريكس، تمام؟ يبقى الشارب فايبرز دي باندل اوف بيري اوستيال كولاجين فايبر بنتريت ذا بون ماتريكس بايندينج ذا بيري اوستيوم تو ذا بون. كده ده الشكل اللي احنا بنشوفه تحت الميكروسكوب. اوكي؟ هنلاقي الغطا على ايدك الشمال اللي هو البيري اوستيوم، كام لاير نفتكر مع بعض؟ كام لاير يا دكاتره؟ 2 لايرز، اوتر فايبرس وانر اوستيوجينيك. فايبرز يعني ايه؟ اوتر فايبرس يعني كونكتيف تيشو، فيها ايه تاني؟ فيها بلاد فيسل، فيها فايبروبلاست وفايبروسايت. انر اوستيوجينيك من اسمها كده برضو كونكتيف تيشو طبعا، بس في اوستيوجينيك سيل واوستيوبلاست. حلو الكلام. وبعدين اوتر سيركمفرنشال لاميلي تحت البيري اوستيوم على طول، ريجولاري ارينجد كالسيفايد بون لاميلي. اوكي؟ بارلل للسيرفيس طبعا. وبعدين هلاقي بقى ايه؟ الانترميديت اريا او دي عباره عن هافيرجن سيستم ومعاها الانترستيشيال لاميلي. وبعدين الانر موست لايرز. طب الانترميديت زون بقى عباره زي ما اتفقنا عن الهافيرجن سيستم والانترستيشيال لاميلي. ايه هي الهافيرجن سيستم؟ زي ما احنا شايفين او ليها اسم تاني، الهافيرجن سيستم دي اسمها الاوستيون. الاوستيون يبقى انا جبت لك سؤال ديسكاس الهافيرجن سيستم او ديسكاس الاوستيون او وات ذا ستراكشرال يونت اوف كومباكت بون، هي الاجابه كلها هي هو احنا قصدنا على الهافيرجن سيستم اللي هو موجود فين؟ في الانترميديت زون. طيب الهافيرجن سيستم ده عباره عن ايه؟ الاستراكشرال يونت بتاع الكومباكت بون. اوكي؟ الهافيرجن سيستم من اسمها يبقى فيه فراغ في النص بسميه هافيرجن كانال، بسميه ايه؟ هافيرجن كانالز. اوكي؟ الهافيرجن كانالز دي هي اللي موجوده في النص. مين بقى اللي مترتب حواليها؟ هلاقي كونسنتريك بون لاميلي، يعني هلاقي حواليها اللاميلي اللي هي الدواير دي. اوكي؟ بتبقى من كام؟ من 5 ل 20 دايره تقريبا، عددهم بيبقى من 5 ل 20 دايره. وبعدين هلاقي الخلايا اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي ويتش تايب اوف سيلز، الاوستيوسايت ارينجد ان بتوين ذا بون لاميلي. طيب الهافيرجن كانالز برضو طب ايه الكونتنت بتاعها؟ الفراغات دي ايه الكونتنت اللي هي الهافيرجن كانال عباره عن ايه؟ هلاقيها ان ماشي فيها ايه يا دكاتره؟ ماشي فيها بلاد فيسلز
وليمفاتكس ونيرفز. اوكي، يبقى عبارة عن ايه؟ بلاد فيسلز وليمفاتكس ونيرفز. طب مين بيعمل لها لايننج؟ يعني من جوه الفراغ ده لايند باي ايه؟ لايند برضو باي اندوستيوم. اوكي، ايه الاندوستيوم ده؟ يعني عباره عن كونكتيف تيشو برضو، يبقى لايند باي كونكتيف تيشو، وفي اوستيوجينيك سيل واوستيوبلاست واوستيوكلاست، يعني الدايره من جوه كده. ايه اللايننج بتاعها؟ اللايننج اندوستيوم، اللايننج بتاعها اندوستيوم. اوكي، طيب هل الدوائر دي كل سيستم او كل يونت ماشيه لوحدها؟ هي لا، في ان هم كونكتد مع بعض بحاجه اسمها بولكمانز كانال، اللي هم عباره عن اوبليك او ترانسفيرس كانال بيعملوا كونكشن بتوين الهافيرجن كانالز. اوكي، طيب، وبرده بيربطوا بين ايه؟ الهافيرجن كانالز والبيري اوستيوم والاندوستيوم. طب الاستراكشر بتاع البولكمان كانال ايه؟ هو نفس الاستراكشر بتاع الهافيرجن كانالز. اوكي، تمام يا دكاتره. يبقى تاني كده، يبقى احنا اول حاجه مهتمين جدا بالهافيرجن سيستم دي، نركز مع بعض فيها. موجوده في الانترميديت زون، عباره عن النص بتاعها فيه فراغ بسميه الهافيرجن كانال. ايه الكونتنت بتاعته؟ بلاد فيسلز، نيرفس، ليمفاتكس، اللايننج اندوستيوم اللي هو عباره عن ايه؟ كونكتيف تيشو ماشي فيه ايه؟ معاه ايه يعني؟ اوستيوجينيك سيل، اوستيوبلاست، اوستيوكلاست. حلو الكلام. طيب قلنا، وبعد كده حوالين الهافيرجن كانالز دي هنلاقي فيه بون لاميلي، عددهم كام؟ بيوصل ل 20، من 5 ل 20. الاوستيوسايت بريزنت بتوين ذيس لاميلي. اوكي، طيب في كونكشن بتوين الهافيرجن كانالز وبعض، في اسمها ايه؟ الفولكمانز كانال. اوكي، طيب تاني حاجه بقى عندنا في الانترميديال زون اللي هي الانترستيشيال لاميلي، عباره عن الريجولر بون لاميلي ان بتوين ذا هافيرجن كانال. احنا عندنا كل شويه بيحصل ديبوزيشن للنيو بون، صح؟ فنيجي ايه؟ الاولد بون يتزنق. اوكي، يعني يحصل له كومبريشن باي نيولي فورمد وانز، فيعمل لي اللي هو في النص ده اللي هو اسمه انترستيشيال لاميلي، اللي بسميه انترستيشيال لاميلي. يبقى هو عباره عن ايه؟ كومبريسد اولد هافيرجن سيستم باي نيولي فورمد وان. تمام، الهافيرجن سيستم عباره عن الاستراكشرال يونت اوف كومباكت بون، اتس فورمد اوف هافيرجن كانال، كونسنتريك بون لاميلي، قلنا عددها من 5 ل 20، اوستيوسايت ويذن ذير لاكني ان بتوين اللاميلي. اوكي، يبقى ده الهافيرجن سيستم او الاوستيون او الاستراكشرال يونت اوف كومباكت بون. طيب الفولكمانز كانال هي دي اهي، هي صورتها اللي هي ايه؟ ترانسفيرس. اوكي، ترانسفيرس كانال او اوبليك كانال which connect الهافيرجن كانال with each other and with the periosteum and the endosteum and have the same histological structure as the Havergen canals. اوكي يا دكاتره، يبقى اهي زي ما احنا شايفين في vessels ماشيه اهي، سواء في الفولكمانز كانال او في الهافيرجن كانالز. اوكي، وكونكتد مع بعض، والصوره دي اللي هي الاوستيوسايت. يبقى الخلايا اهي ماشيه ايه؟ ان بتوين اللاميلي ريجولري ارينجد في حاجه اسمها اوستيون او هافيرجن سيستم. اهي تاني يا دكاتره، اللي في السنتر ناحيه ايدك الشمال هو الهافيرجن كانال، وبعدين متحوطه بايه؟ الهافيرجن كانال ايه اللايننج بتاعها؟ اندوستيوم، اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن كونكتيف تيشو معاه ايه؟ معاه سيلز اللي هم الاوستيوجينيك، الاوستيوبلاست والاوستيوكلاست. وبعدين هلاقي حوالي ايه؟ كومباكشن بقى، عشان كده اسمه كومباكت بون، بيبقوا البون لاميلي دي كومباكتد مع بعض كده او على بعض، وبيعملوا لي لاميلي والاوستيوسايت قاعده بينهم وكونكتد مع بعض بالبروسيسز بتاعتها، زي بالسيلر بروسيس زي ما احنا شايفين الصوره. اوكي، فيعمل لي الاوستيون او الهافيرجن سيستم. ادي الانترستيشيال لاميلي، هنا الصوره بتوضح لك احنا قلنا ايه الانترستيشيال لاميلي اهي. ادي احنا شايفين عدد
الفيرست جينيريشن بتاع الهافيرجين سيستم. وبعدين احنا عارفين ان البون ديفلوبمنت او البون الاوستيوجينيسيس دي حاجه دايناميك، اوكي؟ يعني بيحصل في نفس الوقت بيحصل بون ديبوزيشن وبون ريزوربشن، تمام؟ اللي هو البون ريمودلنج، الاثنين في كفه الميزان لازم يبقوا الاثنين قد بعض. لو حاجه زادت او حاجه قلت بيعملوا ايه؟ يحصل مشاكل، هنقولها في المحاضره اللي بعد كده، تمام؟ طيب يبقى دي الفيرست جينيريشن بتاع الهافيرجن سيستم. جت السكند جينيريشن، فبتبتدي تزقلي شويه من الاولد جينيريشن، اوكي؟ جت الثيرد جينيريشن تزق كمان تزق كمان، فاللي بيقع في النص ما بينهم ده بسميه الانترستيشيال لاميلي. الانترستيشيال لاميلي. طيب الانر زون بقى عباره عن الغطا اللي من جوه، مش احنا قلنا فيه تو كونكتيف تيشو كافرنجز، واحد من بره اللي هو البيري اوستيوم، واحد من جوه ناحيه البون مارو اللي هو بسميه الاندوستيوم، صح يا دكاتره؟ طيب وعباره عن الانر سيركمفرنشال لاميلي. الانر سيركمفرنشال لاميلي. طيب الاندوستيوم يا دكاتره هو ايه؟ الاندوستيوم عباره عن فاسكولار كونكتيف تيشو. في ايه؟ ايه الخلايا اللي موجوده فيه؟ اوستيوجينيك سيل واوستيوبلاست. ايه الخليه الزياده بقى اللي مش موجوده فوق في البيري اوستيوم؟ الاوستيوكلاست. يبقى احنا عندنا هنا في ناحيه البون مارو في الغطاء بتاعنا نسميه اندوستيوم، ويبقى موجود فيه، ما فيهوش بقى ما نقسمهوش ايه اوتر فايبرس وانر اوستيوجينيك، لا هو لاير واحده عباره عن ايه فاسكولار كونكتيف تيشو، وفي بقى خلايا اللي هي الاوستيوجينيك والاوستيوبلاست والاوستيوكلاست. طيب موجود فين الاندوستيوم ده؟ بيعمل لايننج للميدلري كافيتي زي ما احنا شايفين هنا زي الحاله بتاعتنا دي. بيعمل لايننج لمين؟ لسه قايلين للهافيرجن كانال والفولكمان كانال، برضو ده اندوستيوم. طب ايه الرول بتاعته؟ بيعمل ليه رول في الايه؟ في الابوزيشنال جروث والريمودلنج والنيوتريشن اوف بون، اوكي؟ يبقى ده الانر زون الاندوستيوم اول حاجه فيه. طب وبعدين عندنا بقى ال inner circumferential lamellae، ودي موجودة على ال inner surface parallel لل endosium regularly arranged bone lamellae. طيب ال endosium اهي lines ال inner surfaces وال cavities of bone. ال cavities زي ايه اللي احنا قلناها؟ ال volkmann وال havergen، تمام؟ عبارة عن vascular connective tissue ال contain osteogenic cells و osteoblast، وزيادة مين هنا؟ osteoclast عشان تعمل resorption عشان ت maintain ال bone marrow cavity، اوكي؟ عشان ال marrow cavity ده لو قفل مشكلة، صح؟ هيحصل senses لل blood cells فين يا دكاترة؟ تمام؟ طيب ال function nutritional nutrition و oppositional growth، تمام؟ طيب تاني نوع عندنا، يبقى احنا كده خلصنا ال compact bone. خلصنا الكومباكت بون، نيجي نبص بقى على الكانسيلس بون. الكانسيلس بون ده يا دكاتره موجود فين الاول؟ السايز بتاعته احنا اتفقنا موجود في الفلات بونز زي الريبس مثلا، في الشورت بونز زي الفيرتبرا، في الابيفيسز اوف لونج بونز، اوكي؟ يبقى السايز بتاعته الفلات بونز في الريبس، الشورت بون زي الفيرتبرا، في الابيفيسز اوف لونج بون زي اي لونج بون بقى زي الفيمورال ابيفيسز مثلا. طيب ايه الاستراكشر؟ زي ما احنا شايفين هنا ده الاسم الثاني بتاعه سبونجي او الريجولار بون اهو، لان احنا هنلاقي ايه؟ ان مفيش ريجولاريتي بقى زي اللي كان موجود، مفيش هافيرجن سيستم، يبقى مفيش هافيرجن سيستم، مفيش بون لاميلي، مفيش ايه؟ في بقى بون ترابيكلي، بسميها بون ترابيكلي، اوكي؟ مش ريجولاري ارينجد يعني، اوكي؟ يبقى الاوستيوسايت موجوده في اللكنه بتاعتها في انستموزنج وبرانشنج ترابيكلي وبينها فراغات، عشان كده بسميه سبونجي، اوكي؟ عشان كده بسميه سبونجي. الفراغات دي فيها ايه؟ دي مارو كافيتس، دي مارو كافيتس، يعني فيها بون مارو، فيها بون مارو، تمام؟ طيب هل في غطا للكانسيلس بون؟ يبقى البيري اوستيوم بيغطي لي الكانسيلس بون. طب البيري اوستيوم بيتكون من ايه؟ نفس التو لايرز اللي هما الايه؟ اوتر فايبرس وانر اوستيوجينيك،
اوكي يا دكاترة. طيب الميكروسكوبيك ستراكشر بتاعنا هنا هو عبارة عن ايه؟ الريجولار بون ترابيكري ذات برانش اند انستموز ويز ايتش اذر بون مارو تيشو فيل ذا سبيسز بتوين ذا ترابيكري. عشان كده اسمه ايه؟ سبونج، يعني في فراغات في النص، في فراغات في النص، فعشان كده شكل السبونج صح؟ اوكي. The outer parts can cellulose bone covered by a thin shell of compact bone. مش احنا قلنا دايما ان هو بتبقى الميدل دبلوي مثلا في الفلات بونز والاوتر سيرفيسز بتاعها بيبقى متغطي بكومباكت بون، اوكي، زي في السكال وفي الريبس. البون ترابيكلي عباره عن الريجولار بون لاميلي وفيها اوستيوسايت ان بتوين. طيب بيجي لها نيوتريشن منين؟ من البلاد ساينوسويد والبلاد فيسلز الموجوده في البون مارو عن طريق كاناليكيولاي، عن طريق كاناليكيولاي. وزي ما احنا شايفين ان هي البون مارو كافيتس موجوده كتير، فبيبقى ايه بيجي لها نورشمنت كتير عادي، يعني ايه عن طريق كاناليكيولاي من البلاد ساينوسويد الموجوده في البون مارو. تمام يا دكاتره؟ طيب البون مارو سبيسز اسالكم بلايند بايه؟ زي ما احنا شايفين في الصوره كده، ايه اللايننج؟ ها نفكر مع بعض. اللايننج عباره عن اندوستيوم صح؟ اللي هو قلنا عباره عن ايه؟ فاسكولار كونكتيف تيشو، في اوستيوجينيك سيل واوستيوبلاست واوستيوكلاست. اوكي يا دكاتره؟ نيجي نبص اهي تاني على شكل الكانسيلس بون، نبص عليها كويس يا دكاتره، هلاقي ايه؟ اهو ادي المفروض ده على ايدك اليمين، دي الناحيه يعني دي كده البون ترابيكلي، جايب لك واحده فاصلها، دي فيلز اوف ا سكشن اوف ا ترابيكلي فاصلها خالص، المفروض محوطها بيبقى ايه بينها ايه مارو كافيتي. تمام، فهلاقي اللايننج ده ايه؟ ده الاندوستيوم، وادي الخليه اللي هي الخضراء اللي رسمينها دي الاوستيوكلاست. اوكي طيب، والاوستيوسايت هي الخليه الفلات اللي قاعده في ايه في لكني دي، وعامله كونكشن مع بعض عن طريق البروسيسز بتاعتها. طب نيجي نبص على الصوره اللي هي على ايدنا الشمال اللي هي 3 دي، دي هلاقي البون ترابيكلي انستموزنج وبرانشنج، وبينها فراغات اللي هي بيبقى فيها البون الريد بون مار. اوكي ده اسمه كانسيلس او سبونجي بون. الصوره بقى تحت الميكروسكوب هشوفه ازاي يا دكاتره، اهو الريجولر اند انستموزنج بون ترابيكلي وبينهم فراغات كتير. اوكي يبقى انا فين؟ انا في الكانسيلس بون. طب الفراغات دي فاضيه ولا فيها حاجه؟ ممكن تحت الميكروسكوب تبان فاضيه، وممكن يبان فيها البون مارو سيلز اوكي والبلاس ساينوسويد، طبعا البون مارو بيبقى ريتش ان بلاس ساينوسويد وفيها فات. اوكي يبقى احنا عندنا الكانسيلس بون نشوفه ازاي، برانشنج وانستموزنج ترابيكلي، تبقى لونها اسيدو فيليك زي ما احنا شايفين كده، فيها خلايا زي ما احنا شايفين اللي هي خلايا صغيره اللي هي النقط دي موجوده في حواليها فراغات بيضاء، دي عباره عن الاوستيوسايد انسايد زير لاكني. اوكي الريجولاري ارينجد في الترابيكلي وان بتوين في الفراغات الكتير اللي هي المالتيبل بون مارو سبيسز. اوكي ده كده الكانسيلس بون. طيب نبتدي نقول برضو عندنا تايبس، قبل نقول الكويتشن فور ريفيجن عندنا بس احبكم تبقوا عارفين ان احنا في تو تايبس اوف بون اكوردنج تو ماتيوريتي، اكوردنج تو ماتيوريتي يعني ايه؟ في حاجه اسمها ماتيور بون اللي هو السكندري او لاميلر بون، وفي حاجه اسمها اماتيور بون او برايمري او ووفن بون. اوكي يا دكاتره؟ الاماتيور بون، الاماتيور اماتيور من اسمه يبقى ده اللي هو بيتعمل الاول، يبقى الاماتيور ده اللي بيحصل له سينسز الاول، يبقى بيحصل الاول فين يا دكاتره؟ اما بيحصل نيو بون فورميشن زي ايه؟ زي في الفراكتشر مثلا، لو حصل لا قدر الله لحد فراكتشر انه ويتش تايب بون اللي بيطلع الاول اللي هو الاماتيور. اوكي وبعدين بيتحول بعد كده الماتيور بون او ريجولر بون. طيب موجود فين تاني الاماتيور ده؟ موجود في الامبريو اثناء ما البون بيتكون، برضو قبل ما بيبقى ماتيور لا بيبقى الاول اماتيور بون.
characterized by ايه بقى؟ by high content of water، يعني في مية كتير، عدد الخلايا كتير جدا، يعني هلاقي الاوستيوسايت موجودة كتير جدا، والبروتيوغلايكان او الاورجانيك امورفس كومبوننت برضو كتير، بس مفيش مينرال، مفيش كالسيوم. اوكي، يبقى نوت كالسيفايد، يعني الكالسيوم قليل، يبقى الكالسيوم عندنا قليل، انما ايه اللي كتير؟ الخلايا كتير، الميه كتير، الايه تاني؟ الامورفس كومبوننت كتيره. طيب في كولاجين؟ اه في كولاجين، بس ايه؟ الريجولري ارينجد راندوملي، يعني ماشيه راندوم ان ديفرنت دايركشن. اوكي، عشان كده البون ده اسمه برضو ووفن بون. البون ده بقى مش بيكمل، يعني هو البون ده بيبقى مرحله اوليه، سواء في الفراكتشر يبقى ده هو اول حاجه بتتكون، بعد كده بيتحول، يبقى هو تمبرري تيشو، بعد كده بيبقى بيحصل له ريبليسمنت بماتيور لاميلر بون. طيب بيفضل موجود في حتت معينه في الادلت كده، زي فين؟ في التوث سوكتس ونير السوتشر لاين بتاع السكول. تمام. اوكي كده، يبقى احنا لما اقول لك ايه التايبس اوف بون اكوردنج تو ماتيوريتي، هتقولي ماتيور وام ماتيور، مين فيهم البرايمري؟ البرايمري اللي هو الام ماتيور، يبقى البرايمري ده اللي هو بيحصل الاول، يبقى اللي هو مين؟ ام ماتيور. طب ايه الفرق بين الماتيور والام ماتيور؟ الووتر كونتنت ازيد في مين؟ في الام ماتيور. السيلز ازيد في مين؟ في الام ماتيور. طب المينرال ازيد في مين؟ في الماتيور. يبقى فرق الماتيوريتي. طب الكولاجين راندوملي راندوملي دايركتد في الام ماتيور، انما بيبقى ايه؟ ريجولاري ارينجد في الماتيور. تمام يا دكاتره، ده الفرق. نبتدي كده، هنا بيقول لك ذا انر سيركمفرنشال لاميلي ار بريزنت. الانر نركز، قال لك انر سيركمفرنشال لاميلي موجوده اراوند الاندوستيوم ولا اندر البريوستيوم ولا بتوين الهافيرجن سيستم ولا اراوند ذا هافيرجن كانال. نفكر مع بعض، هنقول ايه؟ يبقى الانر سيركمفرنشال لاميلي بريزنت اراوند الاندوستيوم، مش احنا قلنا دي الانر موست لاير، فهم عبارة عن ايه؟ تو حاجتين، اللي هما الاندوستيوم والانر سيركمفرنشال لاميلي، اللي هي ماشية ايه؟ بارلل للاندوستيوم. امال مين اللي موجود تحت البيري اوستيوم يا دكاترة؟ ها نفكر، اللي هي الاوتر سيركمفرنشال لاميلي. طب مين بتوين الهافيرجن سيستم؟ الانترستيشال لاميلي. طب مين بقى اللي اراوند الهافيرجن كانال؟ البون لاميلي نفسها. تمام؟ The following are characteristics of immature bone except، يبقى كله بيعبر عن ال immature ما عدا، يبقى كله هنلاقيه موجود في ال immature ما عدا مين؟ Large number of osteocytes، صح احنا قلنا الخلايا بتبقى موجودة كتير، low mineral content، صح احنا قلنا الايه؟ الكالسيوم بيبقى قليل، صح، minute content of proteoglycan، لا احنا قلنا دي غلط، لان احنا قلنا ايه؟ البروتوغلايكان بتبقى موجودة كتير. اوكي، يبقى دي هي الغلط، هي اللي هنختارها. طب في الريجولر ارينجمنت اوف كولاجين فايبر، اه صح، يبقى اللي مش احنا قلنا الكولاجين راندوملي دايركتد، يبقى دي صح. يبقى الحاجة الوحيدة الغلط اللي هي minute content of proteoglycan اللي هي سي. تمام، نيجي بيسألنا هنا عن الكانسيلس بون. is formed of bone trabeculae and bone marrow spaces، ها صح ولا غلط؟ طبعا صح، bone trabeculae قلنا ان هي بتبقى ايه؟ branching وanastomosing bone trabeculae، وبينها فراغات، عشان كده سميناها spongy bone، فراغات دي عبارة عن ايه؟ عن bone marrow spaces. طيب يبقى ايه هي الصح؟ طب نكمل بقية، دايما ما نتعود ما نقرا سؤال، مش نختار اول اختيار ولا، لازم نقرا كل التشويسز، عشان ساعات بيبقى في حاجة تركة في نص السؤال كده. طيب B is bone lamellae or regularly arranged، لا غلط طبعا، لو regularly arranged هيبقى مين؟ يبقى compact.
طيب هيبقى contain هافيرجن سيستمز؟ لا، احنا قلنا الهافيرجن سيستم او الاسطيون هي الايه، هي الاستراكشرال يونت اوف كومباكت بون نوت كانسلس. طيب دي بون مارو سبيس ار لايند باي اوستيوبلاست اونلي؟ غلط طبعا، احنا قلنا لايند باي ايه، اندوستيوم اللي هو فيه ايه، في اوستيوبلاست واوستيوجينيك سيل واوستيوبلاست. يبقى الاختيار هنا هنختار مين؟ هنختار ايه، الاوستيوكلاست. نرجع بقى للمحاضرة بتاع الاوستيوكلاست. هاف اول واحدة سمول اموتايل سيل، غلط طبعا، لان احنا قلنا حجم الخلية يوصل ل 150 مايكرومتر، يبقى غلط. بي هاف مالتيبل نيوكلياي، دي صح، احنا قلنا ممكن من 2 تو 50، يبقى دي صح، يبقى هي الاختيار بي. نكمل ولا نقف؟ لا لازم نقرا بقية الأسئلة. هاف ديب بيزوفيليك سيتوبلازم، لا دي غلط. لو نفتكر احنا قلنا في الاوستيوكلاست هي الوحيده اللي اسيدوفيليك وليها فومي اسيدوفيليك سيتوبلازم. ار بريزنت ان لاكني انسايد بون ماتريكس، ها غلط طبعا. مين اللي بريزنت ان لاكني؟ الاوستيوسايت. طب الاوستيوسايت دي جايه منين؟ من الاوستيوبلاست. طيب الاوستيوبلاست قاعده في لاكني؟ لا، هي بتعمل ديبوزيشن للبون ماتريكس وتتحول بعد كده لاوستيوسايت. الاوستيوسايت اللي موجوده ان لاكني، والبروسيسز ماشيه في كانيل كيولاي عشان تعمل كونكشن مع البروسيس اذر سيلز باي جاب جانكشنز. البون كانيل كيولاي، نركز مع بعض. كونكت الهافيرجن كانالز تو ايتش اذر، ها صح ولا غلط؟ غلط، لان مين اللي بيعمل كونكشن الهافيرجن كانال مع بعض؟ الفولكمانز كانال، صح. طيب كونكت الهافيرجن كانال تو ذا بيري اوستيوم، غلط برضو عشان دي الهافيرجن كانال برضو. كونكت البروسيسز اوف اوستيوسايت، دي صح، مش احنا لسه قايلين ان الاوستيوسايت قاعده في لاكني والبروسيسز بتاعتها كونكتد ويز ايتش اذر ومع اذر سيلز عشان يعملوا ايه، جانكشن. يبقى سي هي اللي صح. طب مين بقى دي؟ فيكس البيري اوستيوم تو اوتر سيركمفرنشال لاميلي، دي مين؟ لو نفتكر حاجة اسمها شوربس فايبر، شوربس فايبر اللي بتكستند من البيري اوستيوم عشان تعمل فيكسيشن لايه، بيري اوستيوم مع البون. طيب نيجي نبص هنا، بقول لك تيست يور سيلف، هتيجي تبص هنا تحت الميكروسكوب لقيت الشكل ده، تقول لي ايه ويتش تايب اوف ايه بقى؟ ها ده ايه اصلا، ايه التشو ده، عباره عن ايه؟ فكروا كده شويه. يبقى لو جات لنا الصوره دي نبص كويس يا دكاتره، احنا هنا هتلاقي في حاجه اسيدوفيليك اللي هو الماتريكس، اوكي، وفي بينه فراغات، يعني في حاجات ترابيكولي كده، تمام، برانشنج انستموزنج الريجولار اهو، وفي بينه فراغات تمام لونها مختلف وفيها سيلز، والجزء اللي هو الاسيدوفيليك ده فيه خلايا محبوسه في اوض كده او فراغات بيضاء حواليها، اللي هي مين؟ اللي هي الاوستيوسايد انسايد لك. ريجولاري ولا الريجولاري ارينجد؟ لا الريجولاري ارينجد. طب والترابيكولي نفسها اهي برضو الريجولاري ارينجد وبرانش وانستموزنج مع بعض وفي فراغات حواليها كتير، يبقى انا في ويتش تايب اوف بون؟ كانسيلس بون. يبقى الصوره دي كانسيلس بون باي اتش اند اي لايت مايكروسكوب. جبنا بقى الصوره دي وقلت لك ده ايه يا دكتور؟ نبص كويس، هي دايما بتجي لنا كده تحت الميكروسكوب، تبص عليها من بره الشريحه بتجي لك دايره، اوكي؟ قد تكون الدايره دي فاضيه وقد تكون جواها حاجات، المهم ان هي دايره كده. تيجي تبص هتلاقي هنا في فراغات بيضاء كبيره وفي نفس الوقت في فراغات تانية صغيرة وفيها خلايا زي اللي احنا شفناها في الكانسيلس. هي ده مين؟ ده كومباكت بون. طب انا عرفت منين انه كومباكت؟ الفراغات البيضاء الكبيرة دي عبارة عن الهافيرجن كانالز، اوكي، الهافيرجن كانالز، والحاجات الصغيرة الخلايا الصغيرة دي هي الاوستيوسايت. احنا ما بنشوفش اكتر من كده في اللايت مايكروسكوب، يبقى في اللايت مايكروسكوب ما بنشوفش اكتر من كده. طيب ايه الحاجات اللي في النص ده بقى؟ ده البون مارو او المارو كافيتي، ممكن يبقى باين على حسب بقى قطعه الخليه وحسب التصوير، ممكن يبقى باين معانا يعني زي ما باين هنا في الصوره دي وممكن ما يبقاش باين. يبقى انا هنا في ويتش تايب اوف بون؟
في كومباكت بون. عرفته منين؟ اهو هلاقي فيه الهافيرجن كانالز اللي هي الفراغات البيضة الكبيرة، وعندنا الاوستيوسايت، وفي بون مارو كافيتي هو واحد بس، مش زي هناك في الكانسيلس مالتيبل كافيتيز. لا، وهنا هتلاقي ايه، هو البون مارو ده يعني جوه الدايره واحده بس، اوكي. وهتلاقي الدايره داير ما يدور عندنا من بره، يبقى ده كومباكت بون. غالبا بنبقى واخدينه من ايه، من الشافت اوف لونج بونز بتاع الراتس يعني. فده كده الكومباكت بون باي اتش اند اي. ده كده.